مرحبا، كيفكم صبايا؟ شو اخباركم؟ طمنوني عنكم. اليوم رح نعمل سحب لون للشعر وكيف رح نوصل لدرجة فاتحة، وبعدها رح نعمل رنساج للشعر بالمادة اللي عنا. هي المادة انا فادتني كتير، انه ما اشتري صبغات كتير، مثل بدي اشتري صبغة لون ازرق، بدي اشتري صبغة لون اسود، بدي اشتري صبغة لون بنفسجي. لا، هي المادة غنتني عن كل شيء، يعني صرت اسحب لون ووصل لدرجة الاشقر، واجي نزل المادة مباشرة على الشعر، عم يطلع معي الشعر كتير حلو، يصل لدرجة البلاتيني. هلا نحنا بتعرفوا كيف نعمل سحب لون للشعر بالطريقة العادية. عنا بودرة ماش، عنا اكسجين عيار 40، عندي هاي الخصل. شوفوا كيف انا الاكسجين اللي استعملته اكسجين ايطالي، مثل ما حكينا انه لما نستعمل بودرة ماش الايطالي والاكسجين الايطالي رح يفتح معنا الشعر منيح. اما لم بيقولوا لي انه ما عم يفتح معنا الشعر وعم يطلع درجات نحاسي، انا متاكده 100%، اذا ما يعني ما كانت صبغه حمراء او سوداء على الشعر، يعني اذا كانت مباشره عامله سحب على شعر طبيعي وطلع مع نحاسي، معناتها البودره ماش والاكسجين اللي مستخدمتيهم مو من نوعيه ممتازه، مو ايطالي، يعني نوعيه تجاريه. بقال هلا نحنا هي خلطنا كل مكيال بودرة مش، تحطي لمكيالين اكسجين عيار 40. هلا ليكو رح نخلطهم منيح، وهلا رح نحطهم على الخصل الشعر. خلطيهم منيح وحطيهم على الخصلة، بعدين بنحط الخصلة بقلب القصدير. المهم عنا انه المادة تصل لجميع اجزاء الشعر عشان ما يطلع عنا الوان. ونحنا كل ما، لان انا عندي هي الخصلة كبيرة، يعني هي بس انه بس مشان تشوفوا انتو كيف عم بعمل سحب. هو الافضل انه نعمل خصل ناعمة بالقصدير، كل ما كانت الخصل ناعمة كل ما بيفتح معنا اللون اكتر. انا عم بشتغل بايدي مباشرة، الافضل انه تحطي كفوف لانه هي المادة الاكسجين عيار 40 مؤذي. يعني هلا بنجيب القصدير، بنحط الخصلة بقلبه، بنغلفها منيح. فينا نضيف لمادة سحب اللون الشعر معجون اسنان، يساعد انه يفتح اكثر وبيحمي الشعر. هلا انا شغالة على خصلة مبينة مقصوصة، بلقى هيك ما حطيت، بقى على شعرك الطبيعي مشان حماية اكثر للشعر حطي معجون اسنان، تقريبا معلقة صغيرة مع الكمية كاملة للشعر، ما تكتر كتير. هلا هي عنا الخصلة غلفناها، ومنجيب استشوار ومنخليها تصير سخنة،
بس أول ما نساوي الخصلة نحط عليها الاستشوار، تقريبا شغلة دقيقة على الشعر كامل، بعدين بنتركها لحالها على مهله، بيطلع اللون معنا، بنصير بنراقب اللون كل شوي، بنشوف اللون كيف وصل معنا. نحن بنشوف على أول خصلة بلشنا فيها بالشعر كيف طلع لونها. هي أنا عم سخن قصدير منيح، حرارة عالية، هذا بيساعد إنه يفتح لون الشعر بشكل أسرع. هلا لما يكون الخصل على الشعر مباشرة وخصل ناعمة أكيد رح ياخد اللون أسرع، يعني نص ساعة عم يطلع اللون، عم يوصل للون الأشقر، نص ساعة بس مع الأكسجين معيار 40 والبودرة المشي الإيطالي. بس هون بما انه الخصلة كبيرة والهيك بدها وقت اكتر، شوفوا كيف اللون معي دغري فتح، لان فتح درجتين. هي بس اول دقيقة من الشغل. هلا بنحط الخصلة على جنب وبنرجع بنفتحها بعد وقت كمان، هي بعد ربع ساعة، شوفوا كيف اللون صار معي بعد ربع ساعة. نحن وصلنا هلا لدرجة يعني الاحمر او النحاسي او يعني نحاسي غامق، شايفين هاي الدرجة نحن نستعملها للألوان الحمراء، إذا بدنا نصبغ أحمر ناري، أحمر بنفسجي، أحمر خمري، نشتغل على هاي الأرضية. هلا نحن بدنا نغلفها، نستنى عليها. هاي الخصل، هاي الخصل شوفوا اللون معي، هاي تقريبا بعد 3 ساعة، لسه هلا هي وصلنا لدرجة النحاس الفاتح. هذا اللون كمان ما بيفيدنا، المادة لازم نوصل لدرجة أشقر حلو، أشقر يعني، أو درجة الأصفر، مو أصفر فاقع، الأصفر الأشقر يعني أشقر درجة 9، شايفين هيك. هيك وصلت معنا، وصلنا الخصلة لهي الدرجة وغسلتها ونشفتها، هاي هي الخصلة معنا. شوفوا كيف معنا لون الخصلة، اللي فيها أصفر، هاي درجة تقريبا درجة 9. هلا هاي الدرجة عنا أنا بدي أعملها رنساج، الرنساج هذا رح يفتح لي الخصلة درجة أو درجتين. يعني أنا إذا بدي أحط الرنساج على هاي الخصلة رح يساوي لي إياها هلا بلاتيني، حصير عندي لون الخصلة بلاتيني. أنا رح أضيف شامبو عندي، ورح أحط من مادة سحب اللون، بحط شوي معه هون. هلا فيني أحط دغري مباشرة عليها، بس إحنا ما نكون لسه جداد عليها وما نكون خبيرين فيها، بقى الشعر ممكن يصير معكم أزرق، بقى الأضمن إحنا نضيفه مع الشامبو وننطر وقت نحط على شعر، وننطر وقت أحسن ما تكون شغلنا سريع، لأنه إذا حطينا المادة بس بدنا يكون شغلنا سريع بسرعة وحتى تطفي. هلا أنا الفيديو هذا عملت له رنساج تاني يوم، يعني مو نفس يوم السحب، لأنه يوميتها ما كملت السحب لأسباب، يعني ما كملت الفيديو. بقى هاي معي الخصلة هيك طلعت لونها، شوفوا كيف لونها أشقر. انت عارفه اي خصله حتفتح لك اياها درجه او درجتين. يعني هلا حنعمل لها رنساج، شوفوا كيف اللون حيتغير مع اول شي من بلم. فينا نعمل رنساج نحن ونحن بالحمام، باخر تم الحمام نحط ماده الرنساج، وهيك بنحافظ على شعرنا اشقر حلو كتير، مو اشقر بلاتيني، حيصير شعرنا بلاتيني، بلاتيني صافي. يعني هاي انا بستعملها هاي الطريقة، انا بعمل سحب لون للشعر او بعمل خصل ماشي، وبستعمل هاي المادة على شعري مثل الشامبو موجود عندي على طول، بحط نقطة من المادة مع الشامبو بحمم شعري على طول فيها، وعدني عاملة صبغة بلاتيني على شعري، بتطلع كتير كتير حلوة. هلا فيني انا
اعمل الخصلة اول مرة وتاني مرة، ارجع كرر مرة تانية الرنساج عليها، بصير معي لون الخصلة فضي. بس انا لا دواجوكم لون بلاتيني، ليك اللون كيف عندي طفى، بس انا خايفة هلا يقلب معي ازرق، بدي اغسلها بسرعة. انتو انا عم بشتغل بايد وحدة، بقى مالي مالي هيك عفانة منيح، ما بعرف، خايفة يطلع لونه ازرق، طول عليها شوي. انتو بدكم تراقبوا، هي بدها خبرة، بدك تتعلميها. معلش اشتغلي عليها على خصلة واحدة وجربيها، بعدين كملي على شعرك كامل. فيكي انتي تستخدمي المادة على شعرك، تحطيها تقريبا دقيقة وتغسلي شعرك عادي. لا يعني ان شاء الله ما بيطلع على ازرق اذا طولتي فيه، بس اذا طلع عادي حمامين بيطلع على ازرق من شعرك، هو حياخد رصفة ازرق شوي بس، عرفتي. هلا هي عنا نحن الخصلة طفت، طفى الأشقر كامل، عرفتي علي؟ الأشقر كامل. هلا كل ما خليتيها بالرنساج رح يفتح معنا أكتر، كل ما خليتيها بالرنساج تفتحها معنا، وبتصير من درجة إنه ممكن يتحول معنا للفضي. أنا لا، أنا غسلتها على درجة البلاتيني، شوفوا كيف معي أنا، شلون صارت الخصلة مطفية. أنا هلا بغسلها وبرجيكم اياها كمان كيف صارت. هلا ما نشتغل هي المادة على شعر نحاسي ماشي، لانه ما راح تفيدنا هي المادة، ما بتفيد على النحاسي ابدا. ممكن النحاسي فاتح 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 نستعملها، ايه تفتحنا يا درجة او درجتين، اما على شعر نحاسي لا ما راح تفيدك ابدا. هي بنستعملها بعد ما نصبغ، ممكن صبغة رمادي على الشعر مشان ما يختفي ونحافظ عليه. كمان بنستخدم هذا الرنساج عنا، أكيد أغلب الصالونات بيعرفوا شو هو الرنساج. الرنساج هو نقطة صبغة زرقاء ونقطة صبغة بنفسجي ونقطة صبغة سوداء، هاد بديل عنه، هاد يعني نفس طريقته بس بديل عنه. كيف شوفي كيف الخصلة عنا صارت، عنديها أنا خصلة صارت بلاتيني ما فيها أصفر أبدا أبدا أبدا. شوفوا اللون، شوفوا اللون كيف. أنا هلا يعني بصور لكم إياها من أكثر من زاوية لأنه اللون مو واضح مثل مش شايفته أنا، عرفتي علي؟ ايه انا بنصح اي بنت ما تاخذ الماده، ما تجيب منها اذا بدها تحطها على شعر نحاسي، اذا بدها تحطها على شعرها على شعراتها من درجات من درجه 8 او 7 او اقل، لا ما راح تفيدك. انت بدك تسحبي لون مزبوط، نسحبه لدرجه الاشقر الحلو، بعدين نعمل رنساج حيسحب وحيتحول معنا مباشره بلاتيني. اعملي رنساج مره ثانيه حيتحول معنا لدرجه الفضي، حيصير فضي. انا بنزل لكم ان شاء الله فيديو مره تانية كيف يصير فضي معنا. شايفين هي هذا اللون، بس مره تانية رنساج بيصير فضي. فيك تحطي الماده مباشره على الشعر بدون ما تحطي اضافه شامبو، حيطفي اكثر حيطفي اسرع، بس انا بخاف مشان ما يقلب معي اللون ازرق. شوفي هلا هي انا اخذت لكم اياها من زاويه تانية مشان تشوفوا اللون كيف معي، لون بلاتيني ابيض كتير كتير حلو كتير صافي. كل ما عطيتي انت شعر افتح، كل ما بتعطيكي المادة تفتح درجتين تانيات، عرفتي؟ كل ما عطيتي افتح كل ما بيعطيكي. لفيني انا قد ما بدي اعمل رنساج، قد ما بدي اشتغل فيها للخصلة. انا بس علي اعمل سحب لون للشعر او اعمل خصل ميش، وهي المادة كفيلة انه تساعدني لحافظ على شعري. ممكن كل حمام انا احط المادة على شعري باخر حمام، ممكن اني استخدمها كل مرتين بالاسبوع، ممكن استخدمها كل اسبوعين مره، انت على حسب شو بتلاقي شعرك وحبيتي تطفيه او لا. هي الماده ما بتاذي، لا بتاذي البروتين ولا بتاذي الكرياتين اذا على الشعر، استعمليها وما بتندمي. شوفي شلون اللون عنا، شوف اللون. هلا مثل ما حكينا بدك تساوي الخصله لونها من الالوان الفضي، كمان اعملي الرنساج مره ثانيه كمان حيفتح. يعني انت اشتغلي فيه، انا اشتغلي فيه هيك، جربي تجربه بسرعه اكثر او جربي على خصله صغيره مشان ما يضرب معنا الشعر، عرفتي علي؟ وانت كل ما بتحبي اعملي الرنساج مره ثانيه فوق منه بفتح معك اكثر. وهي خلص معنا الفيديو اليوم، بتمنى تتابعوا القناة حتى يصلكم دروس جديدة من دورة التجميل على موقعنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيباتي.